من 17/5 ساعة ما ظهر عملوا ان هو لسه تم القبض عليه رغم انه كان في ايديهم من 13 من 11/3. عملت قبض عليه؟ ما اتقبضش، عملت خطف من ميدان رمسيس، هو جاي بيجيب ملزمه من زميله في ميدان رمسيس، لا في مظاهره ولا اي شيء، ويتم خطفه ووديه لعزولي الاول لزغلي امن الدوله وعذبوه لدرجه ان دل اثنين الناس اللي كانت بتخرج هناك تقول ان عمرو دل اثنين اتشلت وكهرباء وعذاب كتير جدا، حتى اللي كان جنبه مات، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان لسه ليه عمر وعاش وصابر وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. والى الان لا في اعتراف على عمرو ولا اقرار ولا احذى اقواله ولا حرز ولا شيء ولا نيابه ولا تحقيق ولا محامي شافه الى الان حتى بعد ظهوره. طب ايه اللي انت بتقدمه؟ ان هو انتماء لجماعه محظوره اللي هي انصار بيت المقدس، والكلام ده في 12/5 لما رحت انا للنائب العام واتصل بالاسماعيليه بالعزولي اللي يسال عن عمرو بعد ما قدمت 10 بلاغات قال له مش موجود، فراحوا على طول مظاهرينه تاني يوم ان هو، فانا سالت النائب العام انه ممكن انت يحطوه على اي قضيه كبيره، قال لي ان حسن تعالوا اعملي بلاغ جديد لان عمرو مخطوف واحنا اثبتين هنا وفي تحقيقات ان عمرو مخطوف بقاله 67 يوم. وعملت كده فعلا، وعمرو فعلا لما ظهر ظهر بالمنظر لاخته، يعني اجوا تنادوا لاخته وتصوروا صورته لما ظهر، ظهر كتاب المخلوعه ومصاب هم عالجوه عشان يظهر بهذا الشكل، حتى كان وشه لسه فيه علامات تعذيب والنضاره كسرت والكتاف والاثنين كانوا مخلوعين. لما طلبت الكشف عليه بالطب الشرعي، يعني الطب الشرعي طلبت كتير جدا ما عملوش. اقل شيء بقى ان الدكتور كتب له علاج اعصاب وعلاج عشان ايديه اللي واحده اتعالجت ردوا له الكتف، وواحده كانت عايزه شرايح وكده عمليه فما عملوش برضه. لكن بفضل الله قالوا له ممكن تعمل تمرينات وكده علشان ايديك ما تعجز، فعمل ويعمل علاج طبيعي في مستشفى طب. فهو بفضل الله بفضل الله راضي وثابت وحفظه كان بفضل الله، وبيذاكر ودخل امتحان المادتين التخلف نجح في واحده واحده، فهو في ثالثه دلوقتي والكارنيه بتاعهم طالعينه ودافعين مصاريفه، ان هو طالب عادي كل اللي فيه ان هو محتجز يعتبر مخطوف بلا اي تحقيق. طب حضرتك شايفه الاتهامات دي لطالب في هندسه في ثالثه هندسه؟ ده انتماء لا يعلم احد من المتهمين ولا يعرفهم، ولا عمر انتقل من مصر الا لكل الاعمال الخيريه اللي الناس كلها عارفاها ومصورينها، حتى وكيل الكليه والعميد عارفين عمرو عمل يوني مصر في الكليه عشان يساعد الطلبه المرضى واللي مش قادرين يوصل لهم الكتب والملازم، وعمل رساله هندسه وعمل، وكان بيروح لاطفال قد الشوارع كان بيعلمهم القران والكتابه والقراءه، وعمل ياخدوا منه اجر ورجعوا من اهلهم. عمرو كان بيروح كل قوافل الخير وصلات ما ايه كل شيء بفضل هو وزمايله، كل ده بالصور وكل ما يثبت ان عمرو لا يفعل الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله، ولا كان اي له نشاط الا انه نزل في 25 يناير فقط لا غير. عمرو اي كل الحق نصرة المنظلوم يقف مع كل الحق، لكن لا له في الهمجيه ولا في هو نفسه يقول لنا المطلوب كرامه الانسان ولا ارهاب ولا اي ظلم ولا اي شيء. كان دائما ابدا يقول لك كان عشان يثبتنا يقول سيدنا يوسف عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى السجن احب الي مما يدعونني اليه. انا بقول السجن احب الي من اي اشوف انسان مظلوم او مذلول او اذل او احد اذل. عمرو هو ده اللي عايزه، عايز كرامه، عايز انسان لا يهان، وهو اول واحد اهان. انت 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 كأم عمرو يعني حاسه بايه الوقت او تتمني ايه تطلبي ايه؟ والله انا حاسه ان شاء الله ربنا عمره سبحانه وتعالى ما يضمنا ابدا، لان عمره نفسه لوجه الله لله، واحنا كلنا ان امرنا اصلا لعباده الله سبحانه وتعالى، حتى النور اللي علمه لنا الله سبحانه وتعالى لازم نوصله لغيرنا لان هنسال عنه. انت شايفه الحكم يعني الدوله بتتعامل كده مع الشباب؟ انا شايفه ان الشباب هم دول لسه قايلاها، هم وقود، هم البنيه التحتيه، البنيه الاساسيه لمصر. لو هم قهروا الشباب كده وعذبوهم وقهروهم او مش عايزينهم حتى يتعلموا، يبقى هم اصلا مش عايزين مصر تتقدم ولا عايزين مصر اصلا يقول عليها تحيا مصر. تحيا بدون شباب ازاي؟ لا اعلم. اخر مره شفت ده يوم السبت اللي فات واحنا موديين الملازم يوم 11 يوم 13/12. طب هو حب يوجه رساله لزمايله بره للناس بره؟
كان ايه شعوره يعني؟ والله هو بيقول بفضل الله انه هو ان شاء الله ان شاء الله ربنا عمره ما يديمه وانه بخير وربنا ابتلاه لانه هو على الحق لم يفعل الا ما يرضي الله ولم يؤذي انسان ابدا. انت كأم عمرو تقولي ايه لعمرو؟ أقول لعمر إثبت إنك على الحق، لا لأن ابني ما عملش أي شيء يغضب بالله سبحانه وتعالى ولا أذى إنسان أبدا.